السلام عليكم. اليوم نكلمكم على مسجد حسن باشا الذي يقع في منطقة سيدي الهواري بوهران، والذي تقرر إعادة ترميمه وتجديده. إذن عملية جميلة جدا، جد محمودة ومنتظرة، وذلك من طرف فرقة جاءت من تركيا للقيام بهذا الترميم، حيث أن الأتراك رمموا مسجد كتشاوى بجزء العاصمة، وكان الترميم في المستوى. وللعلم أن المسجد هذا الذي تم بناؤه في 1796 في فترة الحكم تاع الباي أحمد الكبير، إذن أمر ببناء هذا المسجد، وعرف عدة مراحل في هذا الاستعمار، بحيث أن الجيش الفرنسي كالعادة كان يستعمل المساجد نتاع الجزائر لوضع ساكنته العسكرية. إذن الآن إن شاء الله يكون فيه ترميم لهذا الصرح التاريخي والديني والحضاري للجزائر، وإن شاء الله في أقرب وقت يعيد افتتاحه للمصلين. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.